للأسف الشديد إحنا ممكن ندعي إننا مش كويسين علشان العين والحسد، فتلاقي الزوجة بتشتكي من جوزها والحياة، والزوج بيدعي إن الدنيا مش أحسن حاجة والشغل مرهق وهي ماشية بس علشان عينين الناس، والنتيجة إننا بنصدر صورة سلبية وصورة جنب صورة، بيتكون شكل للحياة وللجواز وللشغل على إنهم سواد وضيق وكأن مفيش حد كويس. طب لما كل الناس بتشتكي مين في الدنيا سعيد أو كسبان أو مرتاح؟ وربك ما بيحبش كده، ما بيحبش التشاؤم ونكران الخير وتضييق الحياة على عبيده، وحتى علم النفس بيحذرنا من كده، بيقول لنا إن في حاجة اسمها النبوءة التي تحقق نفسها ذاتيا. يعني ببساطة طول ما انت قاعد بتشتكي هتوصل لمرحلة إن الشكوى تبقى واقع، وتلاقي نفسك عايش في اللي انت كنت بتدعيه والعكس صحيح. طول ما انت بتشكر وتحمد، طول ما انت بتبص لنص الكوباية المليان وتشوف نقطة النور، ده هيتحول لفلسفة في حياتك وواقع هتتنعم بيه. سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي في يوم من الأيام هو وبعض حواريه، فلقى جثة الكلب ميت، فقال لهم إيه رأيكم؟ فكل واحد اتكلم عن حاجة، اللي قال ما أنت الرائحة، واللي قال ما أبشع منظره، واللي قال ما أتعس نهايته. فسيدنا عيسى عليه السلام قال لكن لا أحد منكم تحدث عن بياض أسنانه. اللي حصل هنا إن سيدنا عيسى عايز يقول لهم ويقول لنا كمان من بعدهم إن مهما كان المشهد أو الصورة أو الوضع سيء، إلا إن مش هنغلب نلاقي حاجة حلوة نشوفها. اللي عايز يشوف الدنيا حلوة هيشوفها حلوة، واللي عايز يشوفها وحشة هيشوفها وحشة، وزي ما بتشوف هتعيش، وكلامك مع الوقت هيبقى جزء من الواقع. فخلينا نقول كلام طيب ونحبب الناس في حياتهم وننشر ثقافة الأمل والخير والتفاؤل، ويا بخت بيعين الأمل وزراع الخير.